الفيديو ده باذن الله هنتكلم على موضوع مهم جدا اسمه Binocular فيجن. من الاسم معناه انك بتستخدم عينيك الاثنين عشان تشوف صوره واضحه مش مهزوزه. يعني ايه مش مهزوزه؟ انا مش محتاج ديبلوبيا، مش عاوز ديبلوبيا. كلمه داي معناها اثنين، انك تشوف الاوبجكت صورتين برغم ان هو حاجه واحده. يبقى الديفينيشن يوز بوث ايز ويزاوت ديبلوبيا. حتى حطيت عليه علامه اكس. طب النقطه المهمه، ايه هي الشروط اللي لازم تتوافر علشان اشوف القلم ده صوره واحده؟ اول شرط لازم تكون عارفه، انا هرسم دايره وادي دايره ثانيه، وبعد كده هعمل اثنين اي بول. انت عايز توصل ليه؟ وهعمل خطوط كده وخطوط كده. الفكره انا عايز ان كل عين دي فيجوال فيلد، والدايره دي فيجوال فيلد بتاعت العين دي. عايز يحصل اوفر لاب. كلمه اوفر لاب معناها ان البوث ايز يشتركوا في مجال رؤيه واحد. انت شفتها بالعين اليمين من زاويتها، وده شافه من العين الشمال مثلا من المنظور بتاعها. بوث فيلز اوفر لاب تو ا جريتر اكستنت. يعني كمان مش هخليها كده، يعني جريتر اكستنت يعني يتقاطعوا اكتر واكتر. يبقى ده الشرط الاولاني، اوفرلاب وفيجوال فيلد. طب احنا ملاحظين حاجه بعد الاوفرلاب، ان هنا النقطتين دول قصاد بعض. الشرط الاساسي عشان تشوف حاجه كصوره واحده لازم تقع على نقطتين متناظرتين. يعني ايه معنى الكلمه؟ بصوا بقى ارسمها كده، ادي اي بول اهو وادي اي بول تاني. نفترض ان انا ده القلم، ده القلم بتاعي. اللي حصل ان القلم ده وقع هنا ووقع صورته هنا، النقطتين دول قصاد بعض، بسميها كورسبوندينج بوينتس. طب يا دكتور ما هما كورسبوندينج، بس انا شايف القلم بعين اليمين وبعين الشمال. يعملوا ايه هما الاثنين؟ يتحدوا مع بعض في سكه واحده. اقول ولا تقول انتوا؟ دكتور احنا فهمنا. فاكرين النيزل فايبر اللي كروس للاوبوزيت سايد مع التمبر عشان يحصل فيوجن، وكتبتها. قلت مين نيزل بيعمل كروسنج غير فكره الاناتومي قريب من الميد لاين؟ لان هو عايز يتحد مع التمبرال فايبر بتاعت العين الثانيه ويعملوا تراكت واحد يروح اللاترال جينيكيوليت بادي اوبتيك راديشن اريا 17 تعمل فيوجن للصوره. يعني انت عايز تقول لنا ان اريا 17 استقبلت الالم كانه المين ولحمت الصورتين دول عندها؟ دي فايده اريا 17. عشان كده لازم يحصل فيوجن ان وان كورتكس، وده اللي حصل. عشان كده ليه النيزل والتمبرال عملوا كروسنج. يبقى انا ملاحظ لازم فيجوال فيلد اوفر لاب، والشرط التاني لازم صوره الحاجه تقع على تو كورسبوندينج بوينتس في العين اليمين والعين الشمال. ايه ده؟ في شرط تالت؟ شرط تالت، لازم العين اليمين تشوف القلم بنفس الحجم بتاعت العين الشمال. يعني انا شايف القلم كده ليه سايز او لينس معين يتشاف، كل واحد يشوفه من ناحيته بس ذا سيم سايز. ما ينفعش عين تشوف القلم صورته كبيره وعين تانيه تشوف صورته صغيره، ونمشي في سكه واحده ونروح لاريا 17
تلاقي الموضوع سهل بس هيجيلك بطريقه بسيطه. التلات شروط اللي على البورد في منهم شرط في الفيجوال فيد وشرطين مرتبطين بالصوره، يعني التاني والتالت مرتبط بالايمج، لازم يقع على تو كورسبوندينج بوينتس ولازم يبقوا ذا سيم سايز، صورتين متماثلتين بالظبط. كده كلام جميل قلت ريكويرمنتس. طب النقطه الثالثه فاكتورز، ايه الفاكتورز افكتنج البينوكولار فيجن؟ او مش هقول فكره فاكتورز، هقولها افضل ادفانتجز اوف بينوكولار. ايه الميزه؟ ان انا بستخدم عينيا الاثنين. دكتور طب ما انا بشوف الالم ده بعين اليمين بس او الشمال بس. الميزه هما اربع مزايا اساسيه. اول ميزه ايه؟ بتكبر الفيجوال فيلد، لارج فيلد، وده شيء طبيعي. بدل ما اشوف بالعين اليمين بس او الشمال بس استخدمت الاثنين. الميزه الثانيه لو في ديفكت في عين كوركتد باي ذا اذر، نفترض عين فيها بلايند سبوت مثلا باثولوجيا، العين الثانيه ممكن تعوض شويه، يبقى الديفكت ان وان كوركتد باي ذا اذر. لو عندك ايرور اوف ريفراكشن نفس فكره الثانيه، مايوب في عين والعين الثانيه سليمه الى حد ما، السليم كوركت العين الثانيه، ما انا بكبر الفيلد. اهم حاجه بقى الميزتين اللي جايين دول، ركزوا بقى معايا. انت بتستخدم عينيك الاثنين ليه؟ عشان ازود الدبس اوف فيجن. فاكرين لما قلنا يعني كلمه دبس؟ عمق الرؤيه، يعني العمق. الجسم كل ما يقرب من عينك كل ما يبقى صورته اكبر. انا عايز ازود الدبس، وكلمه دبس ليها تعريف تاني قلته في فيديو الايرس، هي الصوره اللي ممكن اشوفها من غير بليرنج. كلمه دبس اوف فوكس، فاكرين افكر لما قلت ده الايرس، والايرس بيبقى وراه اللينس، اللينس العاديه. كل ما يكون حاجه قريبه من عينك انت عايز البيوبل تبقى كونستريكتد عشان الاشعه تبقى مركزه وتقع على السنتر اوف ذا لينس. طيب كل ما يكون الاوبجكت بعيد تعمل ايه في الايرس ده؟ توسعه، تبعد الاثنين ايرس وتوسع البيوبل. الفكره كده انا عايز استخدم عينيا الاثنين تبقى عامله زي زوم كاميرا الفيديو. عارفين لما بتعمل فوكس على اللي انت عاوز تصوره سواء قريب او بعيد. طب ما هو الفوكس ده عشان يبقى اجمل صوره لازم استخدم باي نوكيولر فيجن. عايز الخمسه بقى، هي الرؤيه المجسمه، ستيريوسكوبيك فيجن، وده مهم جدا. يعني ايه رؤيه مجسمه؟ انا شايف الالم ده من ناحيه عيني الشمال وناحيه عيني اليمين، شايف ابعاده، شايف الطول بتاعه، شايف السيكنس، شايف كل تفاصيله اللي هي الرؤيه ال 3 دي زي السينما 3 دايمنشنز. طب ما انا عشان اشوف رؤيه مجسمه يبقى لازم استخدم عينيا الاثنين. خلي بالك ستيريو معناها مجسم، طول عرض ارتفاع. يبقى كده عرفت مزايا ودي مهمه جدا الباي نوكيولر فيجن. طيب في فاكتورز بتاثر في الباينوكيولر؟ ايوه النورمال لينس، ده مهم جدا. عشان تستخدم عينيك الاثنين بكفاءه شرط اساسي لازم اللينس بتاعتك يبقى فيها ريفراكشن كويس، لازم الفيجوال كورتكس يعمل فيوجن كويس. دي شروط لازم. انت ازاي تطلب مني صوره واضحه
يكونش عنده انفصال شبكي، ويكون الكورتكس اللي هيلحم الصور كمان سليم. وفي الاخر الصورة كمان لازم فيها شرطين. اخر حاجة في الفيديو ده، احنا ممكن نستخدم عين واحدة، وانت قلت نستخدم العينين الاثنين. ممكن تقول لي مزايا الباينوكيولار غير دول؟ هل في مزايا اخرى؟ فاكرين لما اتكلمت على الدبس اوف فيجن فكرتك بالايرس والزوم؟ كده قال ان الدبس عمق الرؤيه يعتمد على نقاط كثيره. اول حاجه هنتكلم فيها في الدبس واحد، انا قلتها، الجسم الاقرب يكبر والجسم البعيد بيصغر، يبقى دي اول نقطه. الدبس اوف بيرسبشن استقبالي للاوبجكت اللي انا شايفه قريب او بعيد. طب حلو، رقم اتنين بقى في الدبس، كل ما يكون الاوبجكت قريب منك كل ما بيطلع لايت ريز اكتر، يبقى منور اكتر. عشان كده الكتاب قال الكالر اوف ذا اوبجكت يتشاف بوضوح لما يكون اقرب لعينك. دي رقم اتنين. يلا رقم تلاته، دايما لما يكون اوبجكت قدام عيني، زي ما في واحد جاي بيقرب مني وداخل عشان يكلمني، اي زميل اخر وراه انا مش شايفه. ليه؟ الجسم كل ما يقرب يغطي على اللي وراه. كلمة يغطي هسميها اوكلوجن، بيغطي عليه يقفل عليه. حتى احنا واحنا طلبة كنا دايما نقولها، نقول لفلان ايه؟ حاسس ده الدكتور مش شايفني، ده انت مغطي عليا. دي رقم ثلاثة. بصوا بقى رقم أربعة، حاجات جميلة جدا. ارجع بالذكريات لما كنت مسافر مع الأسرة، مسافرين اسكندرية، الساحل، أي مكان، تلاقي حاجة غريبة أوي، تلاقي والدك سايق العربية أنت حاسس كأني قضبان القطر بينطفوا. يا بابا إيه ده الشريطين بتوع القطر وأنت ماشي في مكان مثلا زراعي أو أيا كان، دايما شريطين القطر خطين متوازيين لا يمكن ينطبق. انت بيجي لك احساس ان تو بارلل لاينز من بعد كونفيرج، وطبعا ده احساس خاطئ. عشان كده بنسمي الاحساس ده ايه؟ بيرسبكتيف، وده مهم قوي، بيرسبكتيف سنسيشن. نيجي الرقم خمسه، تلاقي حاجة غريبة وانت مسافر بره، الشمس بتحس انها بتتحرك معاك في نفس الاتجاه. الحاجة البعيدة انت شايفها بتتحرك في نفس اتجاهك، وتلاقي الشجر اللي موجود على الطريق كأنه بيتحرك عكس اتجاه العربية، فده اسمه الخداع البصري، باراللاكس، خداع بصر او فيجوال ايلوجنز. ايه يا بابا ده؟ الشمس بتتحرك معانا، او لو راجعين بالليل ده القمر ماشي معانا في نفس الاتجاه. فوالدك يقول لك ما تخرفش وسه، ده احسن لك. ده احنا بنتكلم على خداع بصر، لان انا استخدمت التو ايز، عملت حاجه اسمها دبس اوف فيجن. يبقى في نهايه الفيديو ده انا قلت ديفينيشن، قلت الشروط، شرط فيجوال فيل، شرطين في الصوره، قلت فاكتورز بتاثر، شرط فلانس، شرط فيجوال كورتكس، اتكلمنا على خمس مزايا لاستخدام البوث ايز، واتكلمنا على الدبس اوف بيرسبشن اوف فيجن في خمس نقاط.